أستاذة هبة تتفضل. أستاذة هبة. ألو. السلام عليكم، ازيك يا أستاذة هبة؟ اتفضلي. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ نعمة وفضل الحمد لله. هو حضرتك أنا السؤال بس مش عندي سؤالين بخصوص الحلقة يعني. اتفضلي، مسامع حضرتك. أنا حضرتك عندي أخويا الكبير، أنا لسه والدي متوفي من شهر 6 اللي فات. نعم. يعني شهر 6 الجاي ده ان شاء الله اللي احنا فيه ده تم سنه، الله يرحمه يا رب يا رب. حضرتك دلوقتي انا من ساعتها انا برضو والدتي متوفيه وعندي اخين، اخ اخويا الكبير هو اللي مستولي على الشقه ومنعني انا واخويا الثاني ندخل الشقه وهو قاعد هو ومراته. وده شقه، الشقه دي كانت شقه ورثه يعني؟ هي شقه والدي. اه شقه والدك دي شقه ايجار ولا شقه ولا لا شقه تمليك؟ ايجار بس القديم. ايجار قديم، الايجار القديم ده اه. سؤال، العقد كان باسم والدك وهو كان عايش مع والدك في قبل ما يموت؟ لا 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 لا. امال هو قاعد، استني بس يا استني بس يا استاذه هبه، امال هو قاعد في الشقه ازاي؟ هو دلوقتي حضرتك قاعد ومنع اي حد من ساعه ما والدي توفى، وهو اللي بيدفع كل حاجه في الشقه واحنا كل ما نيجي ننزل ونعمل معانا مشكله. يا استاذه هبه معلش بعد اذن حضرتك، حضرتك بتقولي هو مستولي على الشقه وقاعد في الشقه. ايوه. هو ده معنى كده ان هو كان قاعد في الشقه دي قبل ما والدك يتوفى؟ لا 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 خالص، ما قعدش معاه ولو سنه حتى في البيت معاه. لا قعد، قعد معانا فتره واتجوز وكل واحد ليه بيته. طيب يعني ما فيش حد قعد سنه مع والدك في الشقه قبل ما يتوفى؟ لا حضرتك. طيب كملي يا فندم. بس فمن ساعتها احنا حضرتك مش عارفين نقعد، حتى انا انا يعني اخويا الثاني عامل مشاكل وعامل معاه مشاكل، فانا كبنت انا مش عارفه اخش الشقه، وكل اللي حواليا يقول لي ده من حقه هو الكبير، وفي الشقه بتبقى من حقه وتصلح له هو، فهل فعلا ده صح ولا انا؟ لا لا خليني بس اقول لحضرتك، الاصل في الايجارات اذا كانت الايجارات العاديه ان الايجار بينتهي بوفاه المؤجر، اما وان احنا عندنا العقود طويله فتستمر العقد وينتقل وينتقل عقد الايجاره بالاتفاق مع المؤجر، مع اتفاق مع صاحب الشقه اللي احنا مأجرين، بالاتفاق مع صاحب الشقه ان ينتقل الايجار الى اللي عاش سنه كامله مع من الفروع يعني من الدرجه الاولى مع ذلك الشخص من الفروع اللي هو اولاده يعني مع الشخص دوت سنه قبل الوفاه. فإذا كان ده هو ده اللي حصل يبقى هو مستحق للشقة، إذا ما كانش يبقى إحنا هنشوف كيف سنتفق مع المؤجر عشان الشقة دي تكون من حق مين. نعم.